أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي العظيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وجعلنا من الماء كل شيء حي. تشتهي أنفسكم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. متصدعا من خشية الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا الشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فستبصر ويبصرون ربنا الله الذي في السماء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا خوبنا وخطايانا الطيبين أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا معلم يا مبتدئ
تفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، فاعلين. يا رب سليمان، ويا رب إبراهيم، ويا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما، وارزقنا فهما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك، وأبعدنا النسيان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, itu yang kita panggil dengan asas ruqyah. Ini asas yang anda kena hafal, yang kesemuanya akan kita gunakan dalam rawatan ruqyah. Tajuk-tajuk itu telah ada dan kita akan berjumpa nanti. Yang pertama, macam ini sebagai contoh sahaja. Yang pertama itu, yang pertama seribu guna kita panggil. Maksudnya baca Fatihah sahaja bagi orang yang benar-benar yakin yang tadi itu dah bermanfaat dah. So, semua penyakit.